مهرجان لانسون مهرجان كناوه ديال الصويره وي هذاك تهزل ظهري وي اكزاكتومون ما خبرت واحد خصنا معك واحد الحلقه واحده اخرى باش نزيدو نكتشفوا بزاف الحاجات حيت حنا اكتشفنا اليوم معك بزاف ديال الحوايج هذاك بعدا تما كاش مهرجان هذا كان لينوغوراسيون ديال لايغوبور ديال الصويره وحنا ذات الصغرى الاولى دازت اكستراوردينير باسكو انا كندير فيزيون جاز كنا وكندير دبي توجور اي سيتي سا سيتي الخدمه ديال القناوه وديك لاسين وداك السيناريو ما عنده حتى شي علاقه بهادشي فيستيفال ديال دابا تو دابا مزيان لي بيان مي هذاك هو سي لو مود ديال ربما بغيت نسولك سؤال على لو شون على الاغاني اللي كتخرج كان تشوف واحد شويه ديال لاباريس في الاغاني يعني كلنا كنعقلوا على البارح كاينين اغاني اخرين ولكن ما كيكونوش واحد الوتيره ديال بغيت نكون ندير اون كارير دو شانتور لا كنديرها ربما غير حيت انا بغيت نخرج اغنيه الحمد لله صار عندي دابا مغنية ديجا 112 أغنية 112 أغنية ما كتسوقش لهم ما تتسوقش لهم كيف ما كتسوقش داكشي كامل اللي كتعرف ديجا جاوبت قبيلة دايور فاش قلت لك كنسالي شي أغنية كنسالي شي عمل كنخليه وكندوز حاجة أخرى سي فري كو بوتيت لا باريس هي لا كومونيكاسيون إي التسويق الطريقة ديال التعامل ديال بعض المنتجين بوتيت ما كتوافقنيش أنا كشخص قبل كنت كنتعامل مع شركات اوروبيه اللي كانوا الطبقه يعني ثلاثه مونديال هاد فاش كنت في فرنسا كانوا عندي ثلاثه كان عندي دو ماناجير كان عندي هادي اشاك فوا كتخدم من الاثنين حتى الجمعات تاغي با ولكن دي كونسير اش كنقول لك هنا بوتيت المغرب ما خداش بزاف من نوري خد بوكو بلوس الى سيرفي لوروب كو وهي المناسبه ربما